دور على المجرم بين الموظفين بين السعاه بالغايه، دور عليه في المكان المحتمل وجوده فيه قبل ما اضطر اني ابلغ النيابه. خالد سكرتيري بيحاول انه يتنصل من التبعه، مع انه الشخص الوحيد اللي تقع عليه المسؤوليه. تصوري انه لمح لي عن اخوي حمدي. ايه؟ حمدي؟ مش معقول، ده اخويا من لحمي ودمي، يستحيل انه يطعني الطعنه دي. ثم لنفرض المستحيل وكان حمدي اخويا هو الجاني، المسؤولية تقع علي أنا ويتحتم علي الاستقالة. إيه؟ الاستقالة؟ لكن لا، أنا واثق متأكد من حمدي. الحمد لله، لا مستحيل مستحيل حمدي يعمل كده. الولد ده أنا أعزه أكتر من معزة الشقيق، لأني بعتبر نفسي أبوه، هو الشخص الوحيد اللي يهمني مستقبله. الحمد لله يا ربي. أنيسة قوم نام، أنت تعبان دلوقتي، وبكرة بكرة ربنا يكشف الغيوم دي كلها. قوم يا حبيبي. هو البيلي لسه ما صحيش ولا إيه؟ هو طلب الفطور النهارده بدري يا خالد أفندي، تحب نبلغه؟ لا معلش، يستحسن إني أنتظره. خالد أفندي؟ انت هنا؟ بونجور يا سعاده البيه. عملت ايه يا خالد؟ في اخبار؟ ايوه يا بيه. اتكلم. هل تعرف سعادتك ان حمدي بيه بيلعب قمار؟ بيلعب قمار؟ وانه خسر مبالغ كبيره في نادي كيلوباترا؟ قصدك ايه؟ وانه مدين بحوالي 700 جنيه لمرابي اسمه راؤول اسباجو. 700 جنيه؟ وان المرابي ده من سماسرة شركة اسحاق وجبريل اللي قدموا اخر عطا. بص صحيح. ده كده؟ أبدا يا بيه مش كده. البرهان رواد النادي اللي شافوه، والناس اللي لمحوه نازل من مكتب الشركة في شارع سليمان باشا. ده مش معقول، مش معقول. أنا أعديت قايمة بأسماء الشهود، وسعادتك يمكنك الاتصال بيهم. ده كده؟ تلفيق، تضليل. لكن حمدي أخويا ما شافش المظاريف دول. هل تقدر تدعي انه ايد حمدي اخويا مست المظاريف دول؟ هل تركتهم انت في ايده اثناء غيابك؟ لا يا بيه ما اذكرش، لكن هنا في البيت. في البيت؟ في البيت مش معقول. ليه؟ تعال اسمعي. اسمعي الاتهامات الخطيره اللي تجرأ عليها خالد افندي. قولي له انه ما فيش يد اسيمه عبست بالمظاريف دول في البيت. قولي له ان حمدي اخويا ما يعرفش حتى ان انا جبت العطاءات هنا، واني انا سلمتك المظاريف دول في ايدك قبل خروجي. فعلا فعلا. إذن يا سعادة البيه أنا أقدم استقالتي. وتستطيع أنك تبلغ عني النيابة. أستودعك الله. ألو البنك؟ اديني البيه الوكيل. الو رغب بيه، انا انيس. اسمع، ارجوك تبلغ النيابه حالا لاجراء التحقيق. انا اتهم سكرتيري خالد هيثم. لا يا انيس، حرام عليك، ده بريء بريء. ايه؟ هي اذا انت بتتهمي اخويا؟ لا لا. ما ليه قلتي انه خالد بريء؟ يا سعاده البيه، سعاده احمد باشا غالب واتنين بخوات معاه في السالون. نهاركم سعيد. نهارك سعيد. يا انيس بيه، الاشاعة مالية البلد ان اخوك حمدي هو اللي اقترف الجريمة. والبرهان؟ البرهان انه مدمن على القمار وبيخسر كل ليلة مبالغ كبيرة على موائد البكرات. يا سعادة الباشا انا عاوز ادلة قاطعة على التهمة. انا ادافع عن شرف اخويا بكل قوتي، ثم اني اعتبر اتهامكم لاخويا اهانة مباشرة لشرفه. إذن فأنت مصر على موقفك. تمام الإصرار.
يؤسفنا أنيس بي أن نعلنك إذن بإيقافك عن العمل حتى يتم تحقيق النيابة. لا يا سعادة الباشا، أنا اللي فتحت المصاريف. وصيت من أفراد الشركة إنه نفسه اتصل بي بدون علم جوزي، أغراني بالفلوس. الاثنين أبرياء والخينة أنا وحدي. ليلى! مامي 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 حبيبتي مامي 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 رحمين يا مامي. ليلى موجودة ازاي؟ كان في الجنينة، رخته اني جبت كوباية لبن عشان سامية. الرجاء